تعثرات عدة عرفها الحوار الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تنوعت بين تهديد النقابات بالمقاطعة أو عدم التوصل إلى نتائج مرضية للجميع. وإن كان تاريخ الحوار الاجتماعي بالمغرب قد عرف توقيع 4 اتفاقيات بين 1994 و2011، إلا أن 5 سنوات الماضية لم تعرف توقيع أي اتفاقية عدا تطبيق اتفاق 2011. مع حكومة الأستاذ عبد الرحمن كيران لم نتوصل إلى أي اتفاق، لأن المقاربة كانت مقاربة أحادية وليست تشاركية، وكان الهاجس المحاسباتي حاضرا ومتغلبا على البعد الاجتماعي للسياسة العمومية للحكومة السابقة. وبالتالي فالحوار الاجتماعي في المغرب هو حوار ذو طابع موسمي يقع تحت الضغط بعد الاحتجاجات بعد الإضرابات، وليس إضرابا وليس حوارا ممأسسا دوريا ومنتظما. الحوار الاجتماعي كما أريد له أن يكون سمة مميزة للمؤسسات الحديثة من خلال اعتماده كثقافة شائعة في فض النزاعات وتحقيق السلم الاجتماعي، يتطلب تنزيله عدة شروط. من بين الشروط خصكم على نقابات مستقلة عن الأحزاب ومستقلة عن الحكومة، خصكم على كذلك حكومة قوية، خصكم عندهم أرباب العمل قويين عندهم مصداقية باش يكون الحوار بناء، ما يكونش حوار فقط من اجل الاستهلاك، ولا يعني خصو يكون حوار يضفي الى نتائج ملموسه، خصو عنده مواعيد محدده، جدول عمل محدد ونتائج يعني ملموسه. ملفات كثيره على طاوله الحوار بانتظار الحكومه المقبله، اولها اذابه حاجز الجليد بين المكونات المؤسساتيه للمنظومه الوطنيه للحوار الاجتماعي، والتفكير في احداث مؤسسه وطنيه قائمه الذات تعنى بتاطير وتنظيم الحوار الاجتماعي.